السلام عليكم طلبة الصف الثالث، نكمل محاضراتنا المحاضرة الرابعة اللي تتحدث عن some disease of respiratory system، بعض الأمراض الجهاز التنفسي. يقول هنا بهاي المقدمة إنه بعض أو إنه الجهاز التنفسي راح exposed يتعرض to much more microbial effect، إلى شلون نقول التأثير الأكثر الميكروبي أكثر من أجهزة الجسم الأخرى. يعني أني الجهاز التنفسي لأن هو جهاز مفتوح بشكل مستمر فهو الأكثر عرضة لهذا التأثير الميكروبي أكثر من غيره. ليش يعني هذا هيجي؟ ليش هو الجهاز الوحيد الأكثر عرضة؟ لأن أنا شعدي هذا دائما شبيه دائما مفتوح، هذا راح يمكن إنه الهواء يدخل، فالهواء يدخل ويخرج محمل بالميكروبات، بالتالي هو الأكثر عرضة لتأثير الميكروبات. زين هسه لهذا السبب الديزوردرز معناها شنو؟ الاضطرابات الجهاز التنفسي تكون مور اكثر. زين اني هذا مو كلش مهم، مو كلش نركز عليه، راح نجي للامراض. الامراض عندي ستة مهمات. اول وحده يسحوا لها الكاترال اللي هو هنا هاي الأشمة اللفظ، برونكيتس اللي هو شنو؟ هو التهاب الشعب الهوائيه او يسحوا له النزله الشعبيه. زين هذا شنو هو؟ هذا التهاب بالبرونش، انتبهوا هذا مكان الإصابة، التهاب بمن؟ بالبرونشي اللي هي من هي القصيبات الهوائية، التهاب بيها، فهذا أريد تركزوا لي عليه، هذا مكان الإصابة أقدر أقول عليه. زين عندي عدة أنواع مختلفة ودرجات من التهاب الشعب الهوائية. أكو نوع يصحوا له سمبل بسيط، هذا سمبل تايب، هذا النوع البسيط ما راح يكون مرتبط بمن؟ مرتبط ب which is not associated اللي هو ما مرتبط ويا زيادة درجة حرارة الجسم. أما النوع الثاني اللي هو سترونج، يعني هسه أنا عندي سمبل ما يسخن الشخص، أما سترونج اللي هو شنو؟ هو هذا سترونج النوع القوي، هذا مرتبط ويا زيادة درجة حرارة الجسم. تمام لهنا؟ زين هذا المرض راح يأثر على الأطفال. هنا راح تقولوا لي من هم الأكثر عرضة للتأثر؟ هم الأطفال children والأدلت البالغين، بس الضعفاء صحتهم ضعيفة، خاصة in the cases بحالة التونسلز. التونسلز معناها شنو؟ اللوزتين ملتهبات وأيضا بنزلات البرد، فهذا هنا ممكن يجيب لكم إياه هذا العبارة يجيبها ويقول لكم شنو هذا المرض اللي هيك بي تأثير، راح تقولوا له النزلة الشعبية. زين هاي مقدمة بسيطة عن المرض. جيت هسه ايش عندي بي بعد؟ عندي طبعا انتو هاي هنا البرونش الطبيعية، هذا الشخص المريض هيك مسدودة عنده هنا مواد راح تبقى هنا صايرة. يقول لي المريض او البيشنت الانفكتد المصاب بهذا المرض راح يعاني من سترونج اند دراي كوف، من بالبداية سعال، كف سعال قوي وجاف، هذا راح يتغير السعال وراح يتلوث بيمن كف كونتيمنتد يتلوث ويا من؟ ويا الدم الفيلم، هنا الفيلم الجي مت اللفظ، هاي مت اللفظ، ففيلم بلغم دموي، هذا من يصير كلش قوي. البيشنت بدي يعني تمبرجر درجة حرارة البيشنت المريض راح تزيد. بعض الأحيان sometimes it is possible من الممكن سماع strong sound صوت قوي، وين؟ من البيشنت يتنفس. هاي أريد مهمة هاي الفقرة، شين هي؟ بهذا المرض الكاترال برونكيتس شو راح يصير؟ بعض الأحيان أسمع صوت قوي شوكت من هذا الشخص يتنفس، من يجرر الهواء أسمع صوت. شنو السبب انه هذا الصوت؟ بسبب انه respiratory difficult، اكو صعوبات بالتنفس خاصة بالايام الاخيرة، بعدين هذا راح يختفي نتيجة لتغير الظروف. ممكن هذا يصير مزمن المرض، chronic مزمن، and the patient راح يكون اسوأ، القحة مالته الكوف راح يكون اسوأ وستشرونجر اقوى. هذا من هو؟ هذا المصاب بالنزلة الشعبية. زين قبل لا اروح للمعالجه شوفوا وياي هاي الشغله. منهج عربي ايش كاتب على هذا المرض؟ يقول لي وجود صوت داخل القفص الصدري يصيح له الخرخشه،
خرخش الصوت بي خرخشة. هذا من هو هذا المصاب بهذا المرض؟ طبعا هو هذا راح ينتشر أكثر شيء بسبب انخفاض درجة الحرارة موسم الشتاء. زين، هذا شنو سبب هذه الخرخشة الموجودة بيه؟ يعني شنو سبب بده يصير خرخشة؟ انه هاي اللي نقول عليها البرونشي اللي هي القصبة الهوائية، هاي تكون مليئة بيمن، هاي هنا مليئة بيمن بهاي الافرازات. زين، هسه هذا المرض الاول اعراضه اسبابه، بعد ايش عندي بيه، بعد عندي شلون الريميدي اللي هي المعالجة التريتمنت. لازم ياخذ وقت من الريست الراحة ويشرب كمية كبيرة من السوائل، هذا لازم اكثر من المعتاد. انخفاض درجة الحرارة باستخدام ويت تول. شنو هاي ويت تول؟ هاي مناشف رطبة، مناشف خاولي يعني رطب، الى غرض لان هاي القادرة على سحب الحرارة من الجسم. ايضا استخدام الهاند كيرشف. شنو هاي هاند كيرشف؟ هذا مناديل، يعني شلون نقول عليها كلينكس. زين، وين؟ من يقح اند من يعطس لازم يستخدمهن هذني. ايضا wearing لبس suitable clothes، ملابس مناسبة خلال الشتاء. بني الاربعة طريقة معالجة هذا المرض، وهذني مهمات ترى. البريفنيشن اللي هو شنو هو؟ تيشن، البريفنتيشن اللي هو الوقاية، يعني بشكل عام الوقاية. انا على مود ما اصاب باي شيء لازم اني يصير عندي هاي اتنشن، اهتمام كبير بالسيلف كليننج اللي هو النظافة الشخصية نفسها، الهايجين اللي اخذتها سابقا. ايضا تجنب البقاء بالاماكن اللي بها رداءة بالتهوية، باد فنتليتد معناها اماكن سيئه التهويه، هاي دائما بالجهاز التنفسي، هاي راح القى الكلمه. ايضا ستي اواي، راح ابقى بعيدا عن البيشنت المرضى وذ such ديزيز مثل هاي الامراض، لان ممكن انه اني احصل عدوى من عندهم. وايضا لازم امارس ريجولاري بانتظام، اكسرسايزنج تمارين رياضيه امارسها بانتظام، واكل الطعام الفود الغني ريتش ويا فيتامين سي. هذني هنا الأربعة الوقاية وهذه المعالجة، ذني مهمات. بالدور الثاني 2024، بالدور الثاني زين، وعندنا هاي طالبتنا البطلة اللي امتحنت تسريع بالثالث متوسط، امتحنت دور ثاني، جابوا تعريف هذا المرض، جابوا تعريف لهذا المرض. شوفوا وياي دور ثاني 2024 جابوا هذا، شنو ديفاين عرف المرض. هذا الورقة الأولى، شوفوا ثالث تعريف راح يكون الصفحة الثانية، الإجابة مالته شو يحكي عنه. نانا قايل هو يصير التهاب بالبرونشي، وهذا بنوعين مختلفات من حيث النوع والديجري الدرجة، واحد منهم سمبل وما مرتبط بارتفاع بدرجة الحرارة، والثاني مرتبط سترونج بارتفاع بدرجة الحرارة. هذا المرض يأثر على الأطفال، يعني المقطع الأول كله حاكي الحد كومن كولد. هذا من هو؟ هذا المقطع الأول الحد هنا، هذا تعريفه. زين، هذا هسه المرض الاول. اجيت المرض الثاني اللي هو السل الرئوي، بوليميناري تيوبر كلوسز، مختصره تي من نانا وهاي البي اللي هو السل الرئوي. هذا من الامراض الشائعه، اند هو ينتشر سبريد او يعني مختلف انحاء العالم. هذا المرض شنو سببه؟ سببه بكتيريا شبيهة روتشي بعصوية الشكل، أصيح لها بكتيريا كوخ باسلس، عصيات كوخ. طبعا تم اكتشافها من قبل روبرت كوخ عام 1882. هاي أخذتوها بالأحياء بالفصل الأول بصف أول متوسط. هذا المرض راح ينتشر سبريد أوت باي مينز، عن طريق بعض العوامل بسهولة. مثل ما شنو هي العوامل اللي تؤدي الى انتشار هذا المرض؟
كل أمراض الجهاز التنفسي هاي العوامل، أولا such as very crowded places اللي هي أماكن مزدحمة، نيًا malnutrition اللي هو سوء تغذية، وثلاثة فقدان المثل الطرق تطبيق أبلت تطبيق فقدان، يعني وياي كلمة كلمة فقدان تطبيق طرق النظافة الشخصية الهايجينج، فقدان طرق تطبيقها، ذني الثلاثة عوامل انتشار المرض تنتبهوا لي عليهم. زين الأعراض، يقول لي هاي الأعراض تبدأ تدريجيا، بالبداية الإشارة الواضحة من هي إرهاق، خسارة بالوزن أو خسارة القابلية للعمل، الشعور بالتعب، خسارة الوزن تدريجيا، انتبهوا هذا جاي بالوزاري أعراضه. يبدي المرض انه البيشنت المريض يعاني من شنو، هو من قحة بالبداية جافة وخفيفة، بمرور الوقت درجة الحرارة مال المريض راح تزيد ويصير عنده سويتينج تعرق. اذا المرض هذا كونتينوس استمر، فانه شدة او قوة القحة تزيد بالاخص خلال الليل، راح تزود عليه هاي القحة لأن يمدد وتنزل السوائل بالقصبة الهوائية فتزيد عليه. هذا الدم راح السعال راح يتغير وراح يصير ملوث بالدم. هسه صار عندي مرضين بيهن البلغم، البل فم اللي هو هنانة اللفظ، يعني هاي جيمة اللفظ بس احنا نقول عليه بلغم، دموي راح يكون. ذني الأعراض أربعة بس يقول لي غير كافيات لان ذني مشتركات ويا المرض القبله. يقول لي هاي الاعراض مو كافيه على مود اقدر اشخص المرض، لعش اسوي، لهذا اعرض المريض يجب انه ارسله، يعني المريض المشتبه بي، هاي مشتبه بي المريض، انا مشتبه بي. زين انا هسه تو هسه صرتي او انت هسه صرت اختصاص تنفسي وهذا مشتبه بي، ايش راح اسوي؟ راح تودي للمستشفى سين تو ذس هوسبيتال، ليش؟ على مود يسووا له بعض الاختبارات الكلينيكال سريريه. ليش شنو هي هاي الاختبارات السريريه اللي تصير؟ اكس راي اوف تشيست، يعني اشعه اكس راي للصدر، فحص البلغم مالته تحت الميكروسكوب، اشوف عصيات، ذني اسويهن على مود اشخصه لان اني اشتبه بينه وبين غيره من الامراض. المعالجه لازم يودي انطي تريتمنت معالجه المن للشخص حسب اجراءات الشخص المختص، من هو الفيزيشن الطبيب. اكل الغذاء الغني بالبروتين وفيتامينات وخاصه فيتامين سي، هاي النقطه مشتركه. ابتعاد عن التدخين وتجنب البقاء بالاماكن اللي بها سموكينج اند بوليتنت اريا، المناطق الملوثه، هاي النقطه هماتينا مشتركه، راح تلقوها بكلهن، هي نفسها هاي أماكن اللي بيها رداءة التهوية، هي نفسها هاي دا سالف أنا عنها بس صيغة الكلام تغيرت. أيضا أبتعد عن شنو؟ physical activities، أنا مصاب بهذا المرض، أبتعد عن الأنشطة الرياضية أو الجسدية الصعبة خلال فترة العدوى الانفكشن أو الإصابة، لأن هاي راح ترهقني أكثر. العدوى بشكل عام أو الوقاية بشكل عام راح تتضمن الفاكسينيشن، شنو هو؟ التلقيح الاطفال بالبي سي جي بوقت مبكر. اريد تركزون وياي بي سي جي، هذا اقصد بهن فد شغلات، اريد تركزون وياي بجهاز الدوران اللي هو الفصل الخامس. ايش اخذت اني؟ لا عفوا دي يصعد جهاز الدوران اللي هو الفصل الخامس، شنو الشيء اللي اخذته؟ اخذت تخطيط القلب، مو اخذت القلب هنا بهاي صفحة 48، ايش اخذت؟ اخذت اي سي جي، هسه اخذت بي سي جي، هذا الكيترو كارديوغرام، جهاز تخطيط الدائرة القلبية. بينما اني هسه اللي دا اخذه هو شنو؟ هو هسه اللي دا اخذه بي سي جي، هذا لقاح ثلاثي ضد ثلاث امراض هسه راح اجيهم، هاي الاولى. ايضا البصق، يعني عفوا اتفل، ما يصير ابصق على الارض، يجب ان امنعه. ليش؟ على مود امنع انتشار المرض، اي مرض
هي هاي حالة حضارية وصحية انه ما يصير هاي الشغلة. يجب انه take care، اعتني بالهايجين كونديشن، الظروف الصحية. بقى هذه بالاماكن العامة، هذه هي نفسها هاي. وينها هاي؟ العفو، هنا نفسها هاي، هنا وينها؟ العفو، وين اكو؟ هنا انا قايل للسيل دقيقه، هاي سيلف كليننج، النظافه الشخصيه، هي نفسها الهايجين، نفسها دا احكي انا عنها. ليش؟ لان هي هاي دا تحكي لي انه لازم اعتني بالنظافه. ايضا اعقم الحليب ومنتجات الحليب، يعني خاف بهن البكتيريا. وين بيرسون فيلز، من الشخص يشعر اي عارض من هاي الاعراض مال المرض لازم يركض، هي ماست، يجب زياره الفيزيشن، الطبيب المختص. تدخين، كحول، كلها خطره. ليش خطره؟ علل شنو السبب. بسبب انه هي تضعف مناعه، because it reduce، تقلل من مناعه البودي، جسم بودي immunity، immunity مناعه الجسم، reduce تقلل من مناعة الجسم. أيضا الجود ليفنينج، الظروف المعيشة الجيدة، ظروف المعيشة الجيدة راح تزود لي لايك مثل جود نيوتريشن اند فريش اير، فريش اير، تغذية جيدة، الابتعاد عن التدخين، الهايجين كونديشن. ذني أساسيات، ذني بكل مرض بالجهاز التنفسي أنا لازم أدرسهم. المرض الثالث اللي راح أخذه اللي هو الويبينج كوث، اللي هو شنو هو؟ يصيحوله السعال الديكي. هذا المرض اصيح له السعال الديكي، هذا السعال الديكي راح اسميه. هو ليش صحت له بالسعال الديكي؟ باعوا هنا منهج عربي ليش مسميه بالسعال الديكي؟ لان اكو قحه، اكو قحه وينها؟ سعال شديد على شكل نوبات قد تصل الى 3 دقائق، بحيث يشبه صوت الديك، تصير قحة تشبه صوت الديك. هسه هذا المرض شائع وجدا شبيه، مرض جدا معدي. يعني شنو معدي؟ يعني سبريد فروم وان تو اذر، من واحد الثاني. هذا راح ياثر على الاطفال ما بين سن 1 الى 8. هذا المرض ينتشر بالمدن اكثر من ما بالقرى. واي، شنو السبب ذني؟ طبعا كل التعاليل راح تلقوني وجمعت لكم اياهم. ليش ينتشر هنا اكثر من هناك؟ بسبب انه هاي المناطق سراوندينج مزدحمه والهواء ملوث. ذني اهم سببين لانتشار هاي الامراض، اهم سببين انا لازم ابتعد عنهن بالوقايه وبالمعالجه، ذني احطهن احصل درجه عليهم. فتره العدوى الكيوبيشن، فتره العدوى بهذولة مايكروبات، هذه هي واحد تكون من اسبوع الى اسبوعين. هذا المرض ينتشر خلال الشتاء الربيع والاوتومز، الاوتومن اللي هو الخريف. بس اذا انصبت هسه انا كشخص انصبت بهذا المرض، الشخص المصاب به راح يكسب بيرمننت، يعني اميونيتي، مناعة دائمية من هذا المرض، راح يكسب مناعة دائمية من هذا المرض. زين سيمبتومز، الاعراض، اعراض هذا المرض. هذا المرض بمرحلتين، مرحلة التهاب الحنجرة البلعوم، والمرحلة الثانية اللي تكون كلش قوية. المرحلة الاولى تصير الجزء الاعلى من التراكية يلتهب، and simple cough، قحة بسيطة تشوفوها. هذه المرحلة حوالي 10 ايام، هاي المرحلة راح تكون بحوالي 10 ايام. المرحلة الثانية كافينج، يصبح اكثر شده ويتغير الى سترونج اتاك، نوبات شديده. هاي النوبه تستمر من 2 الى 3 دقائق. بعض الاحيان المريض او الطفل راح يتقيأ من يزيد هاي الكافينج اتاك، النوبه مالت القحه تزيد. البيشنت وجهه راح يصير ازرق او احمر، وقد يحدث نزف بيلدينج مي هابن ان ذا ناوس، بالانف او بالمناطق السفلى من العيون، نتيجة للضغط الصار عليهم. كل ما تزيد النوبة مال القحة معناها البيشت تعرض
النوبة ما القاحة راح تزيد إذا المريض يتعرض إلى الهواء البارد والسموك الدخان. هذا أنا قلت لكم منهج عربي أصلا حاط إنه هو راح ينتقل وتتم العدوى من خلال ملامسة الطفل المصاب أو اللعب معه أو استخدام حاجياته، وعادة ما يصاب عدد من الأطفال الأسرة نفسها بسبب إهمال بعض الأمهات، احمرار أو احتقان البلعوم أو إصابة الجزء الأعلى من القصبة الهوائية والبلعوم. بعد 10 أيام هو مثل ما ذاكر لي أكو سعال شديد على شكل نوبات قد تصل من 2 لـ3 دقائق، قد تؤدي إلى نزف دموي من الأنف. زين، يقولون الطفل اللي يتعرض نوبات السعال يزيد أكثر من يتعرض للهواء البارد أو تكون الغرفة مملوءة بدخان، مو شرط مال السكائر، ممكن إحنا عايشين بمنطقة يحرقون بيها حطب على مود تدفئة. وقلت لكم سموه بهذا المرض لأن أكو القحة مالت الطفل تشبه صوت الديك، ما مذكور عندكم بمنهجكم، ما ذاكرها هذه بمنهجكم. زين، شو اسوي طرق معالجة لهذا المرض؟ شو اسوي؟ فيزيتنج دكتور، ازور الطبيب ضروري. ليش؟ اذا ظهرت لي اي وحدة من الاعراض اللي حكيتها على مود يشخص المرض واخلص منه بسرعة. اعزل الانفكتشن الطفل المصاب راح اعزله. ليش؟ لان هذا المرض انا ايش قلت عليه؟ معدي. هذا المرض اللي قدام قلت عليه هو مرض شبيه معدي، فلذلك اني اعزل الطفل المصاب اعزله لان هذا المرض معدي. زين، الطفل اخليه باماكن جيده التهويه. قلت لكم انا ذني الاماكن جيده التهويه والنظافه الشخصيه والابتعاد عن يقول لي هنا أنا بالمعالجه او بالوقايه العفو انه اني القح الاطفال لقاح ثلاثي ترايبل فاكسين مره بالشهر لمده 3 أشهر. هذا اللقاح يبدأ من الشهر الثالث من العمر، هذا يتكرر بعد السنة. منهج عربي كاتب لهم، كاتب لهم هاي الفقرة، تلقيح بالثلاثي سعال الديكي والخناق والقزاز، ويعطى في الشهر الثاني من عمر الطفل، ثم الجرعة الثانية في عمر 4 أشهر. يعني أنا مو قلت ورا شهر، قلت ورا شهر ألقحها، فصار الشهر الثاني أصيح له وبعدها ورا 3 أشهر أنطيه الجرعة، والجرعة الثالثة بعمر 6 أشهر، وهكذا إلى أن ورا سنة هم أنطيه. يعني أنتوا التزموا بكتابكم، ما لكم علاقة بمنهج عربي. هذا راح يحتوي اللقاح ضد 3 أمراض. شين هو هذا؟ مقلت لقاح ثلاثي، وليه صح ولا باللقاح الثلاثي؟ ليه صح ولا باللقاح الثلاثي؟ لأن ضد الداي فيرا، اللي هي شين هاي الداي فيرا؟ يصحوا لها الخناق والسعال الديكي هذا المرض، وبعد وضد التيتنز اللي هو القزاز. مختصرة مثل ما ذاكر لكم يا منهج عربي DBT، دي للخناق والتي للقزاز والبي للسعال الديكي، يعني من اللي 3 أسماء. زين، نجي كيب اوت، يعني احفظ الاطفال بعيدا عن تماس ويا الطفل المريض، اي هذا الشخص المريض اخلي الاطفال بعيدين عنه لان هذا معدي. هذا ممكن يجي تعليل معدي، هسه راح تلقون ذني تعاليل. تعقيم ادوات المريض patient tools الملوثة ويا الميكروبات وغرفته وفراشه كله نعقمهم. زين، هذا المرض اللي هو المرض الثالث اللي اخذته بعد عدي التهاب الرئة، سرطان الرئة، و عندي الأستمة اللي هو الربو، ذني راح أخلي لكم إياهن بالمحاضرة القادمة لأن ما أريد هواية تصير عليكم.